معلش انا جاي لك من غير ميعاد وفي وقت متاخر. لا ولا يهمك خالص، انت ممكن تيجي اي وقت. انا حاولت اكلمك قبل ما اطلع بس ما عرفتش اوصل لك. الحقيقه ببقى مشغوله قوي وقافله تليفوناتي طول الوقت، انت عارف بقى حبايبي كتير والناس اللي بتتكلم وانا ما عنديش وقت. انا طلعت بس اطمن عليك اشوف احوالك ايه، خصوصا انه بعد اول جلسه علاج انت ما تابعتيش تاني. هو انت جاي تطمن عليا كدكتور ولا كصديق؟ هو انا جاي اطمن عليكي في العموم، خصوصا اني مش لوحدي اللي قلقان عليكي. يا ترى مين تاني؟ بصراحه صاحبتك الانتيم. ما كنتش عارفه ان دينا بتجيلك من ورايا. لا هي جت مره من قلقها، بس ما تزعليش منها، هي خايف عليكي. وانت كمان خايف عليا؟ اه طبعا يا فرار، خايف عليكي جدا. اللي اقدر اقوله لك ان انا مش كويسه، بس هبقى كويسه. طيب ايه رايك نتقابل ونتكلم في الكلام ده بره العياده وبره الشركه؟ افكر. اشترك في باقات واتشت الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.